الاسم ديالي حسن العموري، انا مدير مؤسسه ارتيغانزا، مدير التقني والفني، مؤسسه تاسست في نهايه 2007. المجال ديالنا هو خلق الثقافات، ربط الثقافات العالميه، يعني من اجل التنويع والتعدد والتنوع في عده مجالات، لا الفنيه ولا التشكيليه ولا على جميع الميادين. هذه مؤسسه ارتيغانزا. اليوم العالمي للمراه كنحتفلوا به للمره السابعه في مدينه امسفورت بهولندا. هذا مشوار طويل قطعناه في المدينه هذه، لان بغينا نخلقوا واحد الارضيه، واحد البلاتفورم خاص بالمراه. المراه العالميه، ماشي غير المغربيه بالخصوص، المراه العالميه، لان كاينين هنا كاين جميع الانشطه على جميع المجالات، ولكن ماشي الانشطه اللي خاصه بالمراه. هنا بغينا نخلقوا هذا البلاتفورم ولا هذه الارضيه باش النساء العالم يلتقيوا مع بعضهم، يساعدوا بعضياتهم، يتبادلوا افكار، يكون واحد النوع الشبكه ديال التواصل والارتباط. وكنخلقوا لهم عده مجالات، يعني لا في الميدان الفني ولا الفن ولا التشكيلي ولا ورشه اعمال ديزاتوليي الى غير ذلك. وهذا المكان اللي اختارينا هذا النهار عطانا نتيجه ساره وايجابيه، لان جاوا جميع الجنسيات حسب ما كتشوفوا، وبالخصوص المراه المغربيه اللي زعما تخرج من الدار، لان ديما عندها الوليدات وديما عندها ديك زيكسكوز، ما عنديش كي ندير نخرج، ما عنديش كيف ندير، راجلي كاين ما غير ذلك. دابا المراه زعمات وخرجت وتطورت وتطوعت وجات لهذا الحفل ديال اليوم العالمي للمراه. وانت كتشوفوا كيف تلاحظوا جالسه معنا واجده معنا، كدير تعارف مع الهولنديات مع جنسيات اخرى، وهذا شيء كيفرح. وحنا عندنا الطاقه النسائيه اللي زعما قادره تعطينا وتبعت وتعرض راسها في الميدان ديال النساء. السلام عليكم. اولا انا سعاد بن حمو، ساكنه في هيوفرسم في هولندا، عندي هنايا 30 عام، وانا هنايا في هولندا. اليوم جينا نحضروا ونشاركوا مع يوم المرأة، عيد المرأة هنايا في مدينة أمسفورت. المهم كنحيي كل المرأة المغربية هنايا في هولندا أو جميع أنحاء العالم، كنحيي المرأة المغربية. لو كان ما كانتش المرأة ما يكون حتى شي حاجة، هي اللي نعطيو لها القيمة الأولى للمرأة، هي كتساهم في كل شيء، في أي مكان وفي أي تلقاء المرأة المغربية حاضرة. لو ما كانتش المرأة المغربية حاضرة في أي مكان ما يكون حتى شي حاجة. كي داز لك هذا النهار ديال الاحتفال ديالكم باليوم العالمي للمرأة؟ المهم تمتعنا منه وشفنا ثقافات أخرى، ماشي غير الثقافة المغربية، شفنا ثقافة من أي أنحاء العالم، وزعما في المستوى زعما داز مزيان الحمد لله. فرحنا وحنايا كنحسوا ملي كنشوفوا هيدا يوم المرأة كنحسوا كنفرحوا، كتعطينا القوة أكثر وأكثر باش نخدموا أكثر وأكثر. المرأة المغربية في أي مكان وفي أي العالم، وكنحيي الأم المغربية وهي المرأة المغربية اللي ربطتني في أحسن تربية، وكنحييها من هذا المنبر هذا ومن بلاد هولندا حتى المغرب.